سلبيه يعني كثير من يتداولها، واكيد توصلك اللي التعليقات على الطرف على الشباب وعلى البنات، ترى الرسائل السلبيه اللي قاعد تنشر بالنكت كاستهزاء وتصور سلبي عنك ترى تغرز فيه، هم يفكرونها على بال ايش السخريه، وهي لا انها مثلا كذا، ومثل ما قالوا ابو هزاع يعني انها ما يسوي شيء، انه كسول يتبطح مثلا او في استراحات جالس 24 ساعه، كل هالاشياء تعطيك ايش تصور ونمط ان اللي انا بقدم على شخص بالنوع ذا، ومو بصحيح. فان المفروض ننشر الاشياء الايجابيه، الاشياء اللي تساعد البنات وتساعد الشباب على الدخول في الحياه الزوجيه صحيح، مثل النقاش هذا يثقون في بعض يعني يثقون في بعض يعني. يعرفون ان فيه ترى يعني طابع كان ورقه للشيخ يقول مكثت ووقفت على 20,000 حاله طلاق، 20,000 حاله طلاق راجعتها وجدت ان السبب غضب الرجل الاعمى غضبه ورد المراه الاحمق، هذا المشكله والموضوع ما يستحق، يعني نقطه مهمه غضبه في شيء وعلى حاجه بسيطه على حاجه يعني. ورد المراه الاحمق يعني هو الان انت كرجل يعني تقدر ارسل سلم وصانا في الغضب ما نفعله في سواء مع زملاء في العمل في اي مكان في الشارع في الانتقال من مكانك اذا كنت في المكان نفسه، لانك متى ما كثر النقاش صح يعني واجب ينسحب، ترى انت دخلت في الحلول لكن ممتاز الحلول هذه، انا اقصد انها كلها مرتبطه بالمشكله الان ما هي مرتبطه في المشكله، فنرجع للموضوع عشان انحرف الحلول نخليها في الاخير.